مرحبا بكم متتبعي قناة المخترع. اليوم الإخوان وصلني طرد بريدي من شركة بانكود، طبعا به جهاز رهيب ورهيب جدا. كي تعرفوا تفاصيل أكثر عن هذا الجهاز فما عليكم سوى متابعة هذه الحلقة. إذا كما تلاحظون الإخوان فهذا هو الطرد البريدي الذي وصلني، طبعا هذا عبر البريد السنغافوري يعني سنغافور بوست. سنقوم بفتح هذا الطرد البريدي. إذا كما تلاحظون الإخوان فهذه هي علبة التي في بوكس، طبعا هذه هي علبة التي في بوكس. إذا هو اسمه K2 Pro يعني K2 Pro. لذلك كما تلاحظون الإخوان فهذا الجهاز سوف نقوم بفتحه. إذا الإخوان كما تلاحظون فهذه هي علبة تي في بوكس اسمه K2 Pro، كما تلاحظون فهذا هو اسم التي في بوكس. لذلك سوف نفتح العلبة ونرى ما بداخلها. لذلك كما تلاحظون فهذا هو التي في بوكس، يتم نزعه بهذه الطريقة. كما تلاحظون هذا هو التي في بوكس. كما تلاحظون الإخوان سوف نعود إليه. أيضا توجد هذا الشيء لحماية التي في بوكس، يوجد المانيال الخاص بالجهاز، الدليل، طبعا الدليل، طبعا توجد داخل العلبة طبعا الريموت كنترول. كما تلاحظون الريموت كنترول، هذه الريموت كنترول، الشاحن كما تلاحظون هذا هو الشاحن. ايضا توجد بعض المقابس للشاحن، طبعا من لديه يعني شاحن في المنزل بهذه الطريقة او بهذه الكيفية عفوا، طبعا هذا موجه لأظن لأوروبا هذا الشكل والأوروبيين. طبعا هذا ما استخدمه في المنزل، في هنا في الجزائر هذا ما استخدمه، يتم تركيبه بهذه الطريقة اخوان، يتم تركيبه بهذه الطريقة هذا الشكل، أو يمكنك استخدام هذا الشيء، لا أعلم، هذا أظن أنه للصين أو لأمريكا، لا أعلم. أيضا يحتوي على كيبل HDMI كما تلاحظون هذا هو الكيبل. لذلك هذا ما هو موجود داخل العلبة. إذا الإخوان فالتي في بوكس الإخوان يحتوي على مجموعة من المداخل، طبعا هذين المدخلين هما عبارة عن مدخل الدي في بي، هذا مدخل الساتليت وهذا مدخل البث الأرضي كما تلاحظون، طبعا بتقنية الفور كي إخواني، بتقنية الفور كي، لأن هذا الجهاز هو يدعم تقنية الفور كي. وكذلك مدخل عفوا المدخل السي في بي اس CVBS. طبعا هذا المدخل يمكنك استعمال هذا الكيبل، هذا الكيبل غير موجود مع التي في بوكس، طبعا للأجهزة التلفاز القديمة، طبعا المنقرضة إخواني. وأيضا هنا مدخل اللان أو مدخل الإنترنت RJ45، وأيضا مدخل الـ HD، طبعا كما تلاحظون مدخل الـ HD هذا هو. وهنا لدينا مدخل الشاحن، ولدينا من هذه الجهة إخواني أربع مداخل USB كما تلاحظون، أربع مداخل USB، ولدينا مدخل TF أو مدخل SD كارد، يمكنكم طبعا دمج SD كارد كما تلاحظون في هذه SD كارد، يمكنكم دمجها هنا بهذه الطريقة كما تلاحظون. الوجه الأمامي لا يحتوي على أي شيء، والوجه الشمالي لا يحتوي على أي شيء. ايضا لدينا هنا زر التشغيل كما تلاحظون، زر التشغيل. الاخوان مواصفات هذا الجهاز تاتي على النحو التالي، طبعا يحتوي على نظام تشغيل اندرويد 5 يعني 5.1.1 هو لولي بوب، وايضا يحتوي على سي بي يو من نوع ام لوجيك S905 كواد كور 64 بيت، وكذلك يحتوي على جي بي يو بينتا كور ميل 450، وكذلك يدعم تقنية 3D جرافيك
وأيضا يحتوي على فيديو ديكودر 4K، يعني يمكنه قراءة الفيديوهات وكذلك القنوات 4K طبعا بفريم 60 FPS. وكذلك يحتوي على إنكودر H264 يعني فول اتش دي 60 FPS. وكذلك يحتوي على مساحة تخزين 16 جيجا، وكذلك مساحة التخزين العشوائي أو الرام 2 جيجا من نوع DDR3. إذا الإخوان كما تلاحظون فهذا هو الجهاز، هو مثبت على الحائط. سوف أقوم بتشغيله. هذه كيفية كما تشاهدون في الشاشة. الآن الجهاز يشتغل كما تلاحظون. إذن كما تلاحظون فهذه الواجهة الرئيسية لهذا الجهاز. سوف نشرح كل التفاصيل الموجودة في هذا الجهاز، فابقوا معنا. إذن كما تلاحظون الإخوان فهذه هي واجهة الجهاز، فهذه هي الريموت كنترول إخواني، يمكنكم التحكم بهذه الطريقة أو نقر على هذا الزر والتحكم بمؤشر الفأرة. إخوان نقر على هذا الزر والتحكم بمؤشر الفأرة كما تلاحظون، مؤشر الفأرة هكذا. لإزالته تتحكمون بهذه الطريقة، أو يمكنكم توصيل فأرة مباشرة بهذه الكيفية والتحكم كما استعمل أنا الآن، وتوصيل أي شيء يعني ذو منفذ USB. نبدأ على بركة الله الإخواني. سوف نضغط على أو ندخل إلى سيتينج الخاصة بالجهاز، وسوف نذهب إلى More Settings، ونذهب إلى يعني Language and Input، وهذه هي اللغات الموجودة بهذا الجهاز. فهو يحتوي على العديد والعديد من اللغات، منها العربية ومنها كذلك الهندية وكذلك الصينية وكذلك الإنجليزية والفرنسية وباقي لغات العالم. نعود إلى واجهة الجهاز. فهذا هذه الواجهة هي واجهة بسيطة جدا، فهو يحتوي على عديد من التطبيقات. يكفي أن نقول أنه يحتوي على البلاي ستور، يعني يحتوي على البلاي ستور. فباحتوائه على البلاي ستور يمكنك تثبيت ما تشاء من التطبيقات، يمكنك تثبيت الفيسبوك، تثبيت الماسنجر، تثبيت أي شيء تريده على هذا الجهاز فكما تلاحظون لو دخلنا إلى اليوتيوب هكذا، ندخل إلى سوف ندخل إلى قناتي كما تلاحظون الإخوان. فهو يقوم بتشغيل اليوتيوب بكل كفاءة كما تلاحظون. يمكنكم الدخول إلى اليوتيوب، فلا تنسوا الإخوان الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد كما تلاحظون. فهذه قناتي إخوان، هذه فيديوهاتي كما تلاحظون. يعني يمكنك تصفح الانترنت عن طريق جوجل كروم، كذلك يمكن تصفح الانترنت، وكذلك يمكن يمكن كذلك مشاهدة بعض القنوات الفضائية، يعني بعض القنوات الفضائية عبر الانترنت كما تلاحظون. لو ذهبنا الى قنوات بي ان سبورت كما تلاحظون، ضغطنا على قناة بي ان سبورت كما تلاحظون امامكم الان، وهو يقوم بتشغيل قنوات بي ان سبورت بكل سهولة. ملاحظة اخواني، فانا يعني امتلك انترنت ضعيفة جدا، 1 ميجا، بالاضافة الى انها يعني كارثية في هذه الايام، 1 ميجا وكذلك كارثية كما تلاحظون. فهذه مجموعة من القنوات، ويقوم بتشغيلها يعني بكل كفاءة. يعني اخواني عندما تمتلك انترنت 4 ميجا او 2 ميجا سيكون الامر مختلف ومختلف جدا. يمكنك تشغيل القنوات بي ان سبورت، وتشغيل مجموعة من القنوات كما تلاحظون هنا، مجموعة من القنوات الرياضية وكذلك بعض القنوات القنوات المنوعة هنا، وقناة الاخبار وقنوات الانيمالز يعني الحيوانات، وكذلك هنا قناة الجيمر الالعاب، وكذلك بعض الموسيقى من هنا وبعض
كما تلاحظون بعض الأفلام. نذهب مباشرة إلى الدي تي في. طبعا الدي تي في اس 2 أو تي 2. طبعا اس 2 هي البث الفضائي وهنا البث الأرضي. سوف نضغط على اس 2 كما تلاحظون. فالآن سوف نتحكم بالجهاز عن طريق الكيبورد. إذن كما تلاحظون فهذه القناة التي أمامكم الآن هي بتقنية الـ4K كما تلاحظون أمامكم الآن، فهي تبث بتقنية الـ4K. فملاحظة، فهذا التلفاز الذي أمتلكه فهو ليس بتقنية الـ4K، لذلك إذا كان بتقنية الـ4K سيكون الأمر مختلف ومختلف جدا كما تلاحظون، يعني دقة في الصورة شيء رهيب يعني. الإخوان، فهذا الجهاز أيضا يحتوي على السيسيكا، يعني يمكنك ضغط على الميني من هنا، ضغط على انستال والضغط على 1111 عفوا 1111 سوف تأتيك سمارت داتا. يعني ملاحظة الإخوان، فعليك الضغط على 1 يعني 6 مرات أو البيس هنا. سمارت يعني يمكنك إضافة أي سي سي كام تريده، يعني سي سي كام يكون تشتريه سي سي كام يعني باشتراك، يعني أظن أنه 3000 دينار جزائري، ما يعادل يعني 20 دولار أو 25 دولار، يعني 20 دولار أو 25 دولار. تحتوي على أو تمتلك سي سي كام مجاني لمدة عام كامل، يقوم لك بفتح جميع باقات، يعني أغلب باقات العالم، أنا أقول جميع باقات العالم أو أغلب باقات العالم، منها طبعا بي إن سبورت الفرنسي وكذلك بعض القنوات الخاصة بالرياضة وكذلك الأفلام كما تلاحظون. فهذا الجهاز يعني أنيق وأنيق جدا، فهو بتقنية الـ4K إخواني. إلى هنا الإخوان وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون الحلقة أعجبتكم. فقط بخصوص شراء هذا الجهاز، فما عليكم سوى النقر أسفل الفيديو في الوصف، ستجدون رابط وقم بالنقر عليه، ستتوجه مباشرة إلى موقع بنغول. فثمن هذا الجهاز حوالي 76 دولار. من يمتلك عفوا بطاقة فيزا أو يعني باي بال فيقوم بشراء هذا الجهاز إن أعجبه، يقوم بشرائه. ومن أعجبه الجهاز ولا يمتلك بطاقة فيزا ولا ماستر كارد، فهناك بعض الإخوان يقدمون خدمة، يعني يقدمون خدمة أنت ترسل له المال عبر البريد الجزائري، يعني عبر السي سي بي، وهو يقوم بشراء هذا المنتوج إليك ويضع يعني يضع العنوان الخاص بك كي يصلك أنت المنتوج. فسأضع لكم في أسفل الفيديو كذلك في الوصف في الديسكريبشن، سأضع لكم يعني صفحتين إخوان يقومون بشراء يعني المنتوجات كما ذكرت، وأنت تسدد له يعني بالبريد الجزائري موثوقين طبعا. طبعا إلى هنا نصل إلى النهاية، أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك، ولا تنسى أيضا مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك كي يستفيدهم كذلك من هذا الجهاز. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته في حلقة أخرى إن شاء الله. سلام.